الآن تشاهدون فريق الجدعان يشهد في الفيوم مهرجان مصر الأول للنباتات الطبية والعطرية، والذي ينظمه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بمشاركة 70 شركة تعمل في إنتاجها سواء للسوق المحلي أو العالمي بجودة عالية وسعر منافس. فريق الجدعان يلتقي على هامش معرض مصر الأول للنباتات الطبية والعطرية في الفيوم بالمهندس نبيل الموجي، رائد زراعة أشجار الجوجوبا واستخلاص زيوتها الذهبية، حيث يكشف أسرار اهتمام العالم بهذه النوعية من الزيوت النادرة. النباتات الطبية والعطرية من أهم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، ومرشحة بقوة للمشاركة في خطة الوصول بالصادرات المصرية ل100 مليار دولار، ولكن بشروط أهمها توفير الأراضي بأسعار مناسبة للتوسع في زراعتها، لأنها باختصار لا تتجاوز لغاية النهاردة 80,000 فدان على مستوى الجمهورية. وتخيلوا حضراتكم، رغم محدودية المساحة المزروعة من النباتات الطبية والعطرية في مصر، بلدنا عظيمة في تصدير منتجاتها لكل أسواق العالم بإجمالي صادرات تجاوز 185 مليون دولار ونفذتها حوالي 380 شركة. يعني مثلاً إحنا أول العالم في إنتاج الياسمين، والتانية في الكامومايل، والتامنة عالمياً في إنتاج اليانسون والشمر والكزبرة، وكمان بنحتل مراكز مرموقة في تصدير نباتات كتير زي الريحان والنعناع الفلفلي والبردقوش والحبة السودة وبذور الكمون، ده بخلاف إننا بنحتل المركز 11 على مستوى العالم في تصدير زيوت النباتات الطبية والعطرية وغيرها. من هنا نظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية في الفيوم بمشاركة 70 عارض من المزارعين وأصحاب المحطات والمصدرين ومنتجي زيوت النباتات الطبية والعطرية، بهدف تحسين ورفع جودة المنتج المصري أثناء مراحل الزراعة والحصاد والتصنيع والتصدير واستخلاص الزيوت. وطبعا زرنا المعرض عشان نقابل النماذج المضيئة في قطاع النباتات الطبية والعطرية، ونتعرف على التحديات اللي بتواجههم وإزاي نساندهم. البداية هتكون مع السيد مجدي الوحش، العضو المنتدب لشركة الداليا للنباتات الطبية والعطرية. اتأسست سنة 1974، وبالتالي هي من أقدم الشركات اللي بتشتغل على تكفيف وغربلة النباتات الطبية والعطرية اللي بيزرعوها بالتعاقد مع المزارعين في الفرافرة والواحات، وبيشتغلوا بأحدث خطوط إنتاج في العالم وبأقصى توفير في الطاقة، وبالتالي بيصدروا لأفضل الأسواق زي أمريكا وألمانيا وهولندا وسويسرا وإنجلترا. اسم عالم الداليا، حركة العضو المنتدب للشركة، بتصدر من يجي كم سنة؟ عدينا 40-50 سنة؟ الشركة من 74. ما شاء الله عليكم بجد. ليك. وصلنا لده ازاي؟ اتأسسنا امتى؟ حكايتنا ايه؟ احكي لنا. دي قصة نجاح الاول لورا العالم، يعني نباتات طبيعية وعطرية مصرية. دي قصة نجاح وكفاح احنا اسسناها، ابتداها والدي في سنة 74 من مؤسسي نباتات طبيعية وعطرية في محافظة بني سويف. المصنع بتاعنا موجود هناك حتى الآن. ابتدينا بعد كده. وش الخير أو هتسيب ولا لا؟ طبعا لا طبعا لا طبعا، ده الأساس. داليا فعلا بقت اسم موجود عالميا معروف. أسواق العالم اللي احنا دخلناها أسواق كبيرة قوي، أمريكا، مزبوط، سويسرا، ألمانيا. الأسواق دي ليها اشتراطات صعبة جدا، خلينا واضحين جدا. بنحافظ عليها ازاي وبنطور شغلنا عشان يتوافق مع هذه الاشتراطات ازاي؟ قدرنا نحافظ ان احنا دايما بنعمل ابديت للمصانع بتاعتنا وشغلنا. ايه المنتجات عند حضرتك؟ احنا منتجاتنا كلها منتجات مصرية 100%. منتجات زي الكامومايل، منتج زي البيزل، ريحان المصري، البردقوش، نعناع. التكفيف ليه شروط قاسية جدا، وخصوصا لأسواق زي مثلا ألمانيا، مش أي مجفف يقبله المنتج بتاعه، صح كده؟ مظبوط مظبوط. ده بيخلينا دايما نطور في المجفات بتاعتنا؟ ده حقيقي، احنا عندنا احد احسن مجففات موجوده في العالم، مجفف التكنولوجيا كلها الماني.
جبنا نفس التكنولوجيا اللي بيستخدمها الأجانب برا وعملنا عليها عمليات عشان تناسب المنتج المصري، أوكي، وبقينا بنصدر منها من هنا لألمانيا، سويسرا، أمريكا، إنجلترا، ومرة تانية نجحنا وقدرنا ان هم يتهافتوا على المنتج المصري، والحمد لله دلوقتي لنا اسم كبير جدا. حضرتك كمصدر كبير للنباتات الطبية والعطرية، أكيد في تحديات بتواجهنا، أكيد، رغم انك قايم بالدايرة كاملة، يعني انت أكيد بتزرع وبتصنع وبتجفف وبتصدر بنفسك، اللي زي حضرتك بالقوة دي التحدي الأكبر قدامه النهاردة؟ تحديات طبعا، احنا بندخل أسواق صعبة جدا، محتاجين مساندة الدولة لينا. طبعا الدولة عاملة أداء رائع الفترة اللي فاتت من مساندة مصدرين، بس محتاجين اهتمام أكتر، وخاصة بقطاع النباتات الطبية والعطرية. مساندة دعم الصادرات طبعا مهمة جدا لقطاع النباتات الطبية والعطرية، وإن احنا نتعامل زي الصناعات الغذائية. دلوقتي هنقابل الجدع ربيع مصطفى، رئيس شركة كالانديولا هيربس للنباتات الطبية والعطرية، وده قصة نجاح كبيرة جدا بدأت من تحت الصفر سنة 2017 ورصدناها ببرنامج الجدعان، والنهاردة بدل المحطة بقى عنده 2 وكلها مزودة بأحدث معدات للجودة والمعامل، وحصل على شهادة البي آر سي الخاصة بسلامة الغذاء، وانضم للقائمة البيضاء في الهيئة القومية لسلامة الغذاء. هنفضل لغاية امتى بنجفف ونصدر من غير قيمة مضافة؟ أنا عايز قيمة مضافة أكبر من التجفيف. عشان أدخل قيمة مضافة على المنتجات بتاعتي عايز أكون فريق عمل محترف بجد، متخصصين من بعض الكيميائيين لازم أدخلهم ضمن فريق العمل. إحنا نقدر نوفر ليهم منتج الكواليتي بتاعه عالي جدا، نقدر نوفر ليهم أي منتج بنسب زيوت عالية جدا، أقدر أصدره بره بشكل عبوة محترمة، سواء كوزماتيكس أو دخول بعض مستحضرات التجميل. نعم نصدرها من مصر؟ مستحضرات التجميل طبعا نقدر نصدرها من مصر، لأن احنا عندنا الرو ماتيريال، عندنا المادة الخام، عندنا الأرض اللي نسب الزيوت فيها فعلا نسب الزيوت عالية جدا، وقادر جدا ان نصدره لكل دول العالم. قلت لي كلمة يعني انا استقبلتها منك ولكن قعدت افكر فيها. انت قلت لي انا على سبيل المثال كشركة بصدر حوالي 20 طن كلانديولا، الزهرة الصفرة دي بترجع لنا في صورة مستحضرات تجميل تتباع بالجرام. لا مش الزهرة الصفرة بس، احنا يعني انا كشركة كلانديولا هيربس ممكن استهدف السوق ب 20,000 او 30,000 كيلو، اللي هي 30 طن من الكالانديولا الباتلز، اللي هي تساوي حوالي 100 طن من الفلاور. كل ده بيرجع لنا مستحضرات تجميل يا أستاذ محمد. طب ايه شروط الفوز بالفرصة ان احنا نصدر شكل مختلف للنباتات الطبية والعطرية؟ يعني لازم نشتغل على ايه؟ هل التغليف؟ هل جودة المنتج؟ هل على تركيبة المنتج؟ نشتغل على ايه؟ كلهم مع بعض يا أستاذ محمد، ولكن ينقصنا فعلا بجد ينقصنا متخصصين كيميائيين يقدروا يحولوا المنتج بتاعي ده من الرو ماتيريال. وان شاء الله خلال الفترة الجاية بنحاول نعمل فريق فعلا متكامل، انا كشركة تصدير وكشركة زراعية ايضا هطلع له منتج زراعي محترم، هجهزه له تجهيز محترم، اطلع له الكواليتي بتاعته كواليتي عالية جدا، هقدر اديله نسب زيوت في المنتج نفسه نسب عالية جدا. حتى لو التجأنا ان احنا ندخل شركات اجنبية معانا لدخول المنتجات بتاعتنا صناعة الادوية هنا في مصر وتطبيقها سواء في مصر او خارج مصر. تنصح اي مزارع عنده اراضي صحراوية جديدة ان هو يتوسع في النباتات الطبية والعطرية؟ انصحه انه يتوسع في حالة واحدة بس يا أستاذ محمد، لو فعلا المزرعة بتاعته هيشتغل عليها شغل أورجانيك 100%، هيكون عنده ارشاد زراعي قوي جدا، هيكون عنده متابعة قوية جدا، هيزرع منتجات أورجانيك، مش أرض وبذرة، خبرة وإرشاد لكن ومعاملات زراعية مختلفة تماما. قليل جدا فعلا اللي يقدر يتحكم في المزرعة بتاعته بحيث يطلع منتج أورجانيك 100%، فده فعلا ليه سوق كبير برا وليه سوق، والسوق بتاعه سلس جدا. بنبدأ مرحلة جديدة بمحطة جديدة عمرها 3 شهور، صح كده؟ إيه الجديد اللي عملته فيها؟ قبل ما أدخل في النقطة دي يا أستاذ محمد، مش مجاملة ليكم عشان موجودين النهاردة معانا في مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم، لا بجد حضرتك وفريق الجدعان وقناة القاهرة والناس كان لكم دور كبير جدا لا أنكره في صعود شركة كالانديولا هيربس، تصدير النباتات الطبية والعطرية.
بجد دور ما اقدرش انكره، دور رائع جدا، وخاصه المستورد بره اما بيشوف الميديا وبيشوفنا في المصانع وبيشوف المصانع بتاعتنا فعلا بالنسبه له لايف، ده بيدي المصداقيه للعميل طبعاً. اكتر، وده اللي حريصين عليه جدا في برنامج جدعان. الحمد لله احنا فتحنا المحطه الجديده من حوالي 3 او 4 اشهر، الحمد لله دخلنا كل المعدات الماشين اللي فيها الحمد لله بفضل الله كلها ماشين مكن حديث، معدات حديثة، كمان دخلنا على المكن بتاعنا الميتل اللي هو جهاز فصل المعادن، كمان بطلنا كل المكن اللي عندنا بالستلس اللي مطابق لهيئة مواصفات سلامة الغذاء، كمان الحمد لله حصلنا على شهادة البي ار سي ودي تعتبر اعلى سيفتي فود في العالم كله، تم اعتمادنا الحمد لله في القائمه البيضاء في هيئه سلامه الغذاء. عايز بس اقول حاجه اخيره يا استاذ محمد، الشركه تقودها في التصدير فعلا امراه عصاميه، فعلا كان ليها دور فعال جدا في تحويل الشركه ومضاعفه النمو التصديري حوالي 4 أضعاف أو 5 أضعاف الفترة اللي فاتت، وهي الدكتورة نهادي الإبياري شريك في كالانديولا هيربس للإصدار والتصدير. من الشركات المتميزة في معرض الفيوم للنباتات الطبية والعطرية شركة روتس، لأنها بتقدم حوالي 35 منتج غذائي موجه لقطاع الصناعات الغذائية. تعالوا نقابل السيد مصطفى الصحصاح مدير مبيعات شركة روتس للنباتات الطبية والعطرية. عجبني جدا القيمة المضافة المتمثلة في ان انت وصلت للمنتج نهائي، تمام، سواء للسوق المحلي او العالمي، تمام، عندك 35 منتج صح كده؟ اكيد. احكي لنا عن المنتجات، احنا بدأنا امتى، شغلنا في المصنع فين، كلمنا عن روتس. احنا المصنع بتاعنا في المنصورية في منطقة الهرم، احنا بدأنا في 2011 الحمد لله، توسعنا في كل المنتجات بتاعتنا، بدأنا توزيع من حيث انتهى الاخرون، احنا بدأنا في قطاع الهايبر ماركت اللي هو أشهر حاجة موجودة في السوق المحلي، وتعرفنا الحمد لله في السوق التصدير، بدأنا نصدر لبعض الدول العربية وبعض كمان الدول الأوروبية، والحمد لله رب العالمين في كمنتج تقدم نهائي ولا كمنتج نهائي كمنتج نهائي ممتاز، يعني ممكن تصدر له نعناع قرفة كل حاجة كل حاجة، كمان عملنا منتجات مختلفة غير يعني اللي موجود عند شركات تانية زي القرفة بالتفاح، زي الليمون بالنعناع، زي الشاي الأخضر الزيرو، عملنا خلطات هيلسي جدا زي الشاي الأخضر مع النعناع مع الكمون مع الجنزبيل، ده اسمه شاي أخضر زيرو، حلو جدا عشان المعدة والقولون، حلو جدا عشان التخسيس، مفيش أي أثار جانبية خالص، مفيش أي الحمد لله أي إضافات، مفيش أي فليفر، كل منتجات طبيعية 100% مصرية. شكل المكان اللي عندنا في المصنع بتاع البحث والتطوير عامل إزاي؟ عشان انت عامل خلطات محتاجة عبقرة. لا الحمد لله رب العالمين، احنا حصلنا في وقت قصير جدا في القائمة البيضاء، احنا موجودين في هيئة سلامة الغذاء، عادوا غرفة الصناعة، غرفة الاتحاد الصناعات، غرفة التجارية، الحمد لله عادوا غرفة المصدرين، الحمد لله مشتركين في كل الهيئات الحكومية، والحمد لله عاملين شغل حلو جدا الحمد لله في السوق. خلينا اقول لك على حاجة، التفاح بالقرفة منتج زي ده كده طبعا زي ده بالظبط، تفاح بالقرفة لو المقادير اختلفت سنة لا احنا مميزين فيه جدا، احنا مميزين فيه جدا لان احنا من اوائل الناس اللي عملته في مصر والشرق الاوسط. انا اسالك سؤال تاني، انا بالنسبة للناس اللي بتعبي الاعشاب وتعمل منها مشروبات للطاقة، مشروب للكحة، مشروب مش عارف ايه، ببقى خايف جدا وهو عارضها او محطوطة على الرف تفقد الزيوت الطيارة بتاعتها. لا انا الحمد لله احنا مميزين جدا في الحته دي، احنا يعني لو ما تعملناش بحذر مع النبات اللي جوه ده طبعا ملوش قيمه، هيبقى لون. لا هو الميزه اللي عندنا في الشركه ان احنا كمان حاطينه بمغلف بظرف من غير دبوس، فده بيحافظ على الزيوت طياره جدا، ما بيحافظ على الزيوت طياره لغايه اخر يوم في الاستهلاك، او الايد بتلمسه وهي هي المستهلك، لا هو بينزل مغلف في الظرف من الماكينه، ما فيش حد بيلمسه يعني خالص. الظرف الابيض بيبقى مغلف بظرف تاني، الفلتر بيبقى مغلف بفلتر زي حضرتك كده، ممكن تشوف ده اول ايد بتلمسه
واول حد بيفتحه هو المستهلك اللي بيعمله. لحين الزياره المؤكده للمصنع عند حضرتك، لان متوقعه مستشفى مش مصنع. نورنا. ايه المركبات الجديده اللي احنا عاملينها وشغالين عليها النهارده؟ الحمد لله احنا دلوقتي يعني تحت التطوير شويه منتجات جديده نخليها مفاجاه للعملاء عشان المنافسين ما يشتغلوش عليها. بنعمل منتجات دايما يعني اوت اوف بوكس. قابلنا في معرض النباتات الطبيه والعطريه واحد من المستوردين للسوق الانجليزي، السيد أحمد يونس، مصري مهاجر وممثل لشركة بيست هارفست للنباتات الطبية والعطرية في إنجلترا، ووقع اتفاقيات مع شركات مصرية لتصدير إنتاجها مباشرة لإنجلترا، واشترط الجودة والسعر المنافس. ركزوا معاه. حابين إن احنا ناخد نباتات طبية وعطرية من مصر إلى السوق الإنجليزي، وحضرتك جاي النهاردة عشان تشوف المعرض وتتعاقد مع شركات. أولاً إيه السبب إن الشركة الإنجليزية اختارت مصر إنها تاخد منها كل احتياجاتها من النباتات الطبية والعطرية؟ وإيه المميزات اللي بتدور عليها؟ إيه الشروط بتاعتك عشان ناخد المنتجات ونسافر بيها على السوق الإنجليزي اللي هو من أقوى أسواق العالم؟ ليه اخترنا مصر بالذات عشان نختار منتجاتنا؟ طبعاً دي بلدك بالضبط، أكيد بلد مترشحة بقوة هناك. أول سبب أكيد، ولكن في أسباب ثانية، السعر والجودة. صحيح. لقيتهم السعر والجودة، لقيتهم كنت بواجه مشاكل في البداية. الأسعار كانت بتكون مختلفة شوية من مزارع للتاني، والكواليتي برضو كانت بتكون مختلفة، ولكن الحمد لله تحلت المشكلة دي عن طريق التواصل لبعض المزارعين والتجار هنا في مدينة الفيوم. عايز أقول لحضرتك كمان في بعض المنتجات المصرية مميزة، يعني بمجرد ما يسمعوا عن المنتج ده مصري أوريدي يعني بدون تفكير على طول كل الريتيلرز بيشتروه. كمان يعني اتمنى بجد ان الفتره الجايه يكون في تقدم اكتر، وانا النهارده مبسوط جدا بالمهرجان بتاع النهارده في الفيوم، بيحصل اول مره ونازل مخصوص لان شركائي عرفوني ان في مهرجان بيحصل في الفيوم زي كده، وطبعا كانت فرصه سعيده جدا ان اتعرف على تجار كتير ومزارعين. عملنا اكستشينج بزنس كاردز، وان شاء الله في المستقبل القريب يكون في تعاون ويكون في تواصل باذن الله. يعني ان شاء الله خليني اسالك على حاجه، انت قلت لي ان في شركه مصريه انا استقريت معاها تماما. صحيح. وحاسس ان هم عندهم مصداقية وما عندهمش اسعار مختلفة وبيدوني اسعار لان هم عايزين يشتغلوا. احكي لي الحالة دي. مؤخرا تواصلت مع شركة اسمها بيور هيربس مقرها في الفيوم. اللي عجبني في لقيت شروطك؟ لقيت شروطي متوفرة تماما، السعر مظبوط، تغليف صح، الاسعار التانية كواليتي ما فيهوش كلام، بيتم الاتفاق على كواليتي معين. فور اكزامبل يعني بيبعتوا لي سامبل ولا حاجة، بيتم التعاقد، التعاقد بيكون اكزاكتلي زي ما السامبل وصل لي هناك في يو كي. مزارع، اول شركة زراعية تكنولوجية وتم اختيارها كافضل شركة لخدمة القطاع الزراعي المصري، اسسها مجموعة من الشباب المتخصصين في القطاع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات والتمويل المالي، وهدفهم تطوير القطاع الزراعي المصري وكمان تطبيق نظم الزراعة التعاقدية مع صغار المزارعين وإنتاج أفضل المحاصيل الآمنة للسوق المحلي والعالمي، وبالتالي زراعة النباتات الطبية والعطرية من أهم أهداف الشركة، لأن 80% من مساحتها بيتحكم فيها صغار المزارعين. تعالوا نقابل الدكتور مصطفى عفيفي مدير القطاع الزراعي في شركة مزارع. أنا مصر إن حضراتكم أمل كبير للعديد من المزارعين، وخصوصاً اللي حيازاتهم صغيرة، ودي حيازات القطاع اللي بيزرع النباتات الطبية والعطرية. النهاردة بنقدم لهم إيه؟ بنقول لهم إيه؟ بنشجعهم على زراعة النباتات الطبية والعطرية إزاي؟ الموضوع ببساطة شديدة عند كل المزارعين هي في المقام الأول تسويق، فديت أهم حاجة إحنا بنبص عليها، إن أنا بوجد فرصة تسويقية للمزارع وبخش معاه بحتة الدعم الفني ووفر له البذور الجيدة ووفر له إرشاد زراعي جيد وبضمن له تسويق لمحصوله، وبالتالي بتقدر تخدمه بشكل قوي. يعني إيه اللي مطلوب من مزارع من النباتات الطبية والعطرية وبتدربوا الناس عليها إزاي؟ حاليا احنا مطلوب مننا كميات كبيره من النباتات الطبيه والعطريه زي الكاموميل وزي الريحان والنعناع، وكل ديت محاصيل بتشتهر بها كمان محافظه الفيوم وبني سويف. يمكن النهارده احنا موجودين في مهرجان في أرضهم في مهرجان طبعا النباتات الطبيه والعطريه الاول اللي بتعمل هنا في الفيوم، والفيوم من المحافظات الرائده في المجال ده. وعندنا طلب من المزارعين على مدار الفتره اللي فاتت ان احنا كل يوم بيجي لنا طلب على محصول جديد. مطلوب من شركه عشان تصدر ولا مطلوب من حضراتكم من شركه بره؟ يعني احنا هنصدر هذه المنتجات لصغار المزارعين. احنا مزارع بتتميز بحاجتين، الحاجه الاولانيه ان هي بتوفر المنتج مجهز صالح للتصدير لصالح الشركات المحليه،
وليس للتصدير مباشرة. ولا الشركات المحلية بتصدر بشكل مباشر، بس أنا بعمل كل الخطوات اللي المزارع المصنع عايزها عشان يقدر يصدر بره. فاحنا يعني كل المنتجات عندنا بتطلع في الأصل للتصدير. يعني من خلال حضراتكم ممكن شركات كتيرة جدا تظهر في السوق المحلي مهمتها التصدير، يعني يفرغ دماغه للتصدير. فرغ دماغه للتصدير. احنا متوليين، وانت الجناح الزراعي بتاعه، احنا متوليين الإدارة الزراعية للمزارع. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتشارك بقوة في تنمية صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية، وتواجدت بقوة في مهرجان الفيوم الأول. ركزوا مع مريم فرناندو مدير مشروع الابتكار الزراعي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. The Agriculture Innovation Project is part of the larger private sector development cluster, but we are particularly focusing on Upper Egypt, looking to increase the income of smallholder farmers. We're reaching out to 10,000 smallholder farmers through the application of innovation. And here we're looking to develop farmer organization services, business units, how they can help and support smallholder farmers. Very integral to that is then what we have in terms of improving productivity, improving moving from conventional farming to organic farming, is that we are training multipliers. So that includes, of course, partnering with the Ministry of Agriculture, ARC, we're working with the universities to build up the capacities. And then very much these multipliers themselves would then be training the farmer through the farmer field schools to outreach our farmers. So this is very much what we want to do. Export promotion, of course, German markets are one of them, European markets are the other, and the standards and requirements are extremely high. And what we heard today in the discussion very much is exporters, those that are closest to the market, know what the market requirements are. And this information does need to trickle down to the farmers. And I think it's very much the role of development partners, the Ministry of Agriculture, that we are trying to first of all communicate what are market requirements, what is needed in order to improve the quality for them then to be exported. اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور نبيل الموجي، رائد زراعات الجوجوبا واستخلاص زيوتها وتصنيعها، شارك بقوة في مهرجان الفيوم الأول للنباتات الطبية والعطرية. تعالوا نقابله عشان هتسمعوا العجب. المستقبل لهذا الزيت له كرامات عديدة اكتشفها العالم. لماذا كانت الإجابة عن الزيوت اللي مصر تقدر تصدرها مستقبلاً الجوجوبا؟ هي الحقيقة الجوجوبا مصر من أنسب وأرخص دول العالم في زراعته، وإمكانات التوسع فيها يعني لا نهائية. وبالإضافة إن الأبحاث اللي إحنا عملناها في مصر نعتبر إحنا رواد هذه الأبحاث على مستوى العالم. النهاردة بنعمل أبحاث مع إحدى الجامعات المصرية بمنحة كبيرة من اليابان، مدية نتائج باهرة. في إيه بالضبط؟ في الطب، وفي التشميع الفاكهة للتصدير، وفي استخدامات الجوجوبا في تعرف بديل لصبغات الأشعة. إن شاء الله نوصل لحاجة فيها هتكون للعالم كله إضافة. من ناحية المبيدات احنا أثبتنا بالذات بالنانو تكنولوجي، لأن في الحالة دي هتدي أسعار أرخص، إن احنا نعمل مبيد ويزود المحصول، مبيد سيف ويزود محصول. سعره كام النهارده زيت الجوجوبا في العالم؟ في العالم كله النهارده بتكلم حضرتك مثلا 300 جنيه، لكن بالنانو تكنولوجي 30 جنيه. النهارده بنطلع حاجات لكشف التزوير بالجوجوبا نانو تكنولوجي. الورق فلوس تظهر لك مثلا العلامة المائية، تحطها كده تظهر علامة مائية، تظهر البصمات. محتاجين نتوسع في مساحة الجوجوبا في مصر أكتر طبعاً. من كده النهارده اليابانيين اللي رؤيتهم الجوجوبا المصرية جم في مصر، هنا في السخنة دلوقتي نعمل أكبر مصنع في الشرق الأوسط لعصر الجوجوبا طبقا للمعايير اليابانية. تخش المصنع غير داخل مستشفى، لازم تعقمه كله ستانلس ستيل، ولا بشر يمسك البتاع. النتائج إن شاء الله عشان تستوعب أكبر قدر ممكن من إنتاج المصري ونصدره. هنصدره سواء منتجات لهم عاملين مصنع تجميل، وصار منتجات لأوروبا وآسيا كلها وأفريقيا على أساس استخدام الزيت المصري. مش بس إحنا بنستخدم الزيت، إحنا بنستخدم مثلا الكزب. قدرت أطلع ناتج العصر بتاع البذرة، ناتج العصر قدرت أطلع منه بالذات لو استخدمها حتى في مية الصرف الصحي، طلع منه فحم. الورق بيطلع منه حاجات انتي نيماتودا، كل حاجه بنشتغل بيها، ما حدش عملها في العالم غيرنا.
مصريين اديهم فرصة. يعني احنا رواد الجوجوبا في العالم. طبعا بس برضو يعني لا في حاجات الحقيقة الواحد نتمنى ان احنا يعني النهاردة احنا محتاجين دولارات. محتاجين دولارات مش كده؟ بنستورد بعض الأدوية من برا بالدولار بينما عندنا بديل مصري أحسن منه لكن مش موافقين عليه لأن مش عايزين يغيروا سعره. ايه هو بقى؟ دواء لعلاج التهابات الجلدية والحروق. احنا عملنا مثلا عملت الدواء انا وقعدنا نشتغل فيه 9 سنين وقالوا لي انت ما تقدرش اسجلك انت اول واحد في العالم بتعمله. طب ده انجاز وانا واخد عليه براءة اختراع اللي هو ايه بقى؟ لبوسات تعالج الشرخ الشرجي. اترفض تسجيله؟ اترفض تسجيله. ليه؟ بعد 9 سنين لان بعد ثبوت جدواه يعني ثبت ان هو بيعالج جدواه وكل حاجه لان نوت ليستد في الدول المرجعيه. ملوش مرجع؟ ملوش مرجع. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يلتقي الكيميائي المخضرم طارق أبو بكر عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس شركة فريدال والذي يكشف الفرص الواعدة أمام الصادرات المصرية من المحاصيل الطبية والعطرية والتحديات التي تواجه المصدرين.